السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طبعة مهداة من أحمد الأحمدي، شكرا لك يا أحمد. الضباع في الجزيرة العربية تنقسم إلى قسمين، نوع ضخم كما يقولون الشيبان، وهذا طبعا قرض أو شبه قرض، هذه طبعا منها، هذه أنثى الذكر يأتيك أكبر، ونوع أقصر، وفي بعض المناطق هجنت مع بعضها البعض. طبعا الضبع اللي عندنا في الجزيرة العربية هو يسمى الضبع المخطط، ومن خلال دراستي وعملت فيلم عنها في السابق عن الضباع وبالذات الضبع المخطط، تسمى عند العرب في أم عامر، وتسمى جعارة، وتسمى ضبعة وضبعة، وتسمى أم السبع. لها طبعا فك قوي، ويعتبر أقوى فك في الحيوانات المفترسة. عندنا قطعت الشبك، حتى صاحب الأول يقول قطعت الشبك وطلعت، ثم مسكناها ووضعنا شبك فوق شبك، فتعتبر من أقوى الحيوانات في الفك. وأنا أشاهدها عدسة العين كبيرة جدا، مثل زوم الكاميرا تقريبا، على أساس تساعدها على الرؤية الليلية، أفضل من نظر الإنسان كذا مرة. بالليل تشاهد واضحة في صفاوة. أيضا الله عطاها الإذن كبيرة الحجم، كانها إذن خفاش. هذه الإذن سبحان الله تسمع سمع حاد جدا، فسبحان من عطاها المكية وهذا التكتيك على أساس تبقى على قيد الحياة في هذه الأرض الموحشة. حتى تفصيل جسمها، الأرجل صغار والأيدي كبار على أساس تسلق الجبال. والعرف في الضباع اللي على الظهر تظهره حينما تشاهد عدو آخر على أساس تبقى أكبر حجم منه. طبعا هي حيوان ليلي، والله خلقها للتوازن البيئي. فلما قتل النمر العربي زادت القرود في كثرة في الطائف في الجنوب. أيضا لما قتل الضبع زادت الجيف، وأيضا أمراض الحيوانات وأمراض الأغنام ازدادت. فالله لم يخلق شيء عبث، فجعل توازن به، نقص عنصر يؤثر بالعناصر الأخرى. أما هذه الضبعة لها قصة. أحمد الأحمدي اشترى أنثى على أساس عنده ذكور طبعا مربيهن على أساس التكاثر، هو من النوع اللي يحاول أنه ينتج الضباع أو يحافظ على هذا النوع من الانقراض. طبعا أحمد الأحمدي يقول لاحظت أنها ما عاد تاكل، لأنها برية مصيودة من البر من البر من الصحراء، فما عاد تاكل. غير هذا كله يقول لمني شفتها وأنا حاول أهجنها وحاول أني أربيها، يقول أول ما تشوفك تصد، ما تبي تشوفك، ما تبي تشوف بشر أبد. فلما سألت صاحبها القديم يقول إنها كانت معها جراء أولادها، وأخذت أولادها أمامها وضعوها في قفص، فحاولت تدافع عن أولادها فعضت القفص حتى سال الدم منها من أسنانها. فهذا اللي خلاها ما عاد تحب لا قفص ولا عاد تحب البشر أبد، تحب شيء واحد لو هو البرية. فيقول لو عطيتها واحد ثاني وبعتها ممكن يضعها في شبك ثم تموت، لأنها ما عاد تاكل، تبي البر، تبي ما البرية. فيقول ما لقيت بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنت يا عبيد، يقول على أساس تطلقها أو تصرف فيها. فيقول أنا أبيت أني أبيعها لأني أبي أطلقها لوجه الله سبحانه وتعالى. فقلت أبشر، وراح أطلقها إن شاء الله في مكان بري، والمكان هذا طبعا أنا سميتها محمية عبيد الثانية، لأن المحمية الأولى اللي استمرت 5 سنوات كنت أطلق فيها ضبان وحجل، للأسف انكشف أمرها ثم صيدت كل الحيوانات اللي فيها، وسويت عنها فيلم في السابق. أما هذه ما حد يعلم عنها ولا راح أعلم أحد عنها، وراح أوريكم الآن المحمية الثانية اللي كنت سوف أطلق الضبعة فيها. بسم الله. هذا الوادي متنوع فيه النباتات، ونشاهد هنا نبات طفيلي سبحان الله، شوفوا كيف ينبت يتسلق على الأشجار البرية. هناك تنوع كثير في النباتات البرية هنا، على أساس ما في أحد عبث في هذا الوادي. نشاهد هذه الشجرة الجميلة، شفت مرة البلابل أبيض الخد يقتات منها. أيضا هنا في نبات الحلفة المشهور، غذاء رئيسي للطيور البرية.
تنوع بيئي ممتاز جدا في هذا الوادي. سبحان الله، الإنسان هو اللي يدمر البيئة، والإنسان هو اللي بعد الله سبحانه وتعالى يعيدها من جديد. يوجد بعض الأشجار البرية الجميلة والرائعة، نفس الفكس في هذا الوادي، سلمت من الدمار، دمار البشر، وهي ضخمة وملاذ آمن للعديد من الحيوانات البرية. كان يتواجد فيه الحجل الرملي كثرة. في هذا الوادي بعض الضفادع البرية، مثل ما احنا شايفين تدفن نفسها بالطين حتى تأتي الأمطار ثم تطلع من جديد. يعني وادي ما في أحد، ممتاز محمية. طبعا نشاهد أيضا هنا أثار جديدة لبعض الذئاب في هذا المكان، لأن ما فيه كلاب ضالة أبد، بعيدة عنا الكلاب الضالة نهائيا وبعيدة عن المدينة. فاللي نشوفه هذه أثار ذيب جديدة في هذا الوادي. طبعا الوادي هذا بعيد عن مدينة الرياض، ما حد يعرفه، فيها التين البري، فيها أيضا الحجل، فيها تنوع من الحيوانات، وفيها أيضا بعض المياه، لكن هذه أثار جديدة لبعض أثار الذئاب، لأني ما أعتقد أنه كلاب نهائيا، لأن لا يوجد هنا كلب ولم أشاهد أصلا. هذا بعض أماكن الضباع في السابق، مثل الزربة ومثل الكهف الصغير أو الغيران. هذه بعض أثار للذئاب بالطين طبعا، لكنها قديمة، اللي قبل شوي صورناها جديدة. أنا أمشي لوحدي في هذا الوادي، والأثار كل مالها وتزداد وجديدة أيضا، لكن الحامي الله، ولا أنصح الناس يسوون فعلتي، لأني هاوي والهاوي مصيبة. طبعا أخوي محمد يبعد عني الآن كيلوين أو كيلو ونص، يعني أنا في مكان ما أحد عندي بتاتا إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أكيد إن كان فيه ذيب أو حيوان مفترس أكيد الآن يسمعني ويحس فيني، لكن الحامي الله. وتراني يا جماعة الشيء اللي يسويه هذا كله خطر في خطر، ولا أنصح الناس، ولكن الهواية وحب البيئة وأيضا الوعي، من أجل الوعي البيئي وحبي لهذه المحمية اللي ما فيها أحد ولا أحد مرها ولا وسلمت من أيدي الإنسان، خلتني أمشي بدون فكر في هذا الوادي. يعلم الله ما معي حتى السلاح، لكن الحامي الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي نشوفه التين البري، هذا يا مهندس عبد الرحمن البيز اللي كلمتك عنه، هذا التين البري في عند جبال طويق في مكان بعيد، وهذا هو. ما حصلت ثمار على أساس أخذ بذورة، سويت عنه فيلم بالسابق. هذا المكان اللي كنت أطلق فيه الضبعة، مكان بعيد جدا ومكان آمن لها مرة، لكن للأسف قال لي أخوي إنك لا تطلقها، ممكن تصاد أو ممكن تفترس أحد إلى آخره. لكن هذا المكان يا أحمد الأحمدي، المكان اللي قلت لك كنت بطلق الضبعة فيه، مكان آمن، جبال، يوجد بعض الجلات، بعض العيون، ما في أحد يدري عنه، يعني الضبعة راح تعيش من أحسن ما يكون. أيضا ممكن في بعض الحيوانات البرية هنا، شفنا الحجل، أتوقع فيها الأرنب البري، لأن هذه بعض الأماكن فيها ممكن الأرانب، لكن أنا أكثر شيء طبعا الحجل والمابرة الوبران توقع فيها. هذه بعض فيها مثل الزرب حق الأرنب من داخل هنا.
لكن جاي وادي، لكن جاي سيل قوي وجارف اكثر اشجار والنباتات البريه هنا مثل ما احنا شايفين. والان صار مثل ما تشوفون الطين بعد مياه الامطار. ولا الوادي تراه كبير مره، هذا المكان اللي يصلح للضبعه، لكن نصحوني ناس قالوا لا تطلقها هنا لانها ممكن تقطع 25 كيلو بالليل الوحده، وتصل الى بعض الرواعي، تصل لبعض مثلا اغنام، تصل الى مثلا مدينه، ممكن تصاد وتقتل ويروح التعب هباء منثورا، او ممكن تفترس احد. فافضل مكان لها هي الحياه الفطريه، ولا المكان وجدته المكان مناسب جدا للكثير من الحيوانات البريه. شوف التنوع النباتي في هذا الوادي. طبعا اعذروني انا قاعد امشي من اليوم حتى ما معي ماء والله، والشمس حاره، لكن عشان اوريكم مكان الضبعه اللي كنت اول بطلقها في هذا المكان قبل ما اوديها الحياه الفطريه. تنوع نباتي رهيب جدا. هذه ارضنا قبل تقريبا 100 سنه كذا كانت، قبل الرعي الجاير وقبل دمار البيئه كانت فيه حيوانات تعيش، كان فيه غطاء نباتي، يعني فيه ثروه، يعني فيه امل من اجل ان تعيش هذه الحيوانات البريه. في هذا الوادي قد مرت الغزلان والضبع والمها والنعام، والان ما نشاهد ولا شيء بسبب دمار البيئه. والان في هذا الوادي نشوف الزهور، شوف التنوع النباتي الرهيب، شوفوا كيف الارض خضراء. هذا المكان اللي كنت بطلق فيه الضبعه، وهذه المحميه الثانيه، محميه عبيده الثانيه بعد المحميه القديمه اللي اندمرت بالكامل. اذا صار عندي حيوانات راح اطلقها في هذا المكان، لا راح اخليه هذا المكان يعم بالحياه. ولكن يجيك واحد يخرب هذا التعب كله في خلال يوم يومين ويروح كل ما سويناه من سنوات، لكن ما يهم، ما راح نستسلم. اسمع صوت الحجر، الله. انا قاعد امشي الان بين الاودية وانجراف التربة من شدة السيل، وهنا نشوف بعض الاثار البسيطة لعناق الارض. وهذا انا نمشي قدام نشوف، طبعا الارض كلها طين، وهذه رجلي غاصت، شايفين كلها طين، ما اقدر حتى اتقدم قدام، ولا ودي اصور من داخل لكن ما اقدر بسبب هالطين. بحاول لعله عسى. بسم الله، ايوه تمام، لكن شوف وين راحت رجلي، غاصت. بسم الله، اوه نبات على نبات، نبات قديم على نبات حديث، كثافه بالغطاء النباتي، ما في احد جاء وقام احتطبه احتطاب جائر او احرقه او دمره. اسمعوا اصوات الطيور بالطلحه، عالم فعلا. الشجره هي الامان وهي الام لبقيه الحيوانات، لان قطع شجره يؤثر على الحيوانات الباقيه. الله اكبر، يا سلام، عجبني ظلال هالجبل، بارد ولا في احسن منه. قلت خلني اريح فيه شوي. سبحان الله، شوفوا كيف الثقوب بالصخور. هذه الضبعه اميره مثل ما احنا شايفين، الان بنسلمها للحياه الفطريه، وعدناهم انهم يجون راح يستلمونها. طبعا ضبعه ضخمه جدا، شوفوا يا جماعه كبر راسها. هذه الضبعه صح، هذا النوع النادر، يعني هذه عمرها ممكن من 10 إلى 8 سنوات، لكن ضخمه ضخمه جدا، وهذا العرف حقها. الحديد هذا قطعته بهذلت فينا بهذله. نشوف هنا، هذه هي، شو عيونها حمر، هذا الحديد شفتوه
أمس قطعته تقطيع، حطينا حديد وراء حديد، يعني فعلا أقوى فك في الحيوانات المفترسة الضبعة، 7 أسباع. طبعا هي كل ما شفتها صدت يسار، صدت ما تبي البشر. ليه؟ لأنها مأخوذة عيالها منها وهي عندهم. أي واحد عنده ضبع أو أي حيوان بري مفترس أو غيره من الحيوانات يسلمها للحياة الفطرية، المكان الآمن، المكان الجميل للحيوانات المفترسة بشكل عام، والحيوانات أيضا البرية بالذات المهددة في الانقراض. هذه حقة الحياة الفطرية، وهذا الدكتور هاني. كيف حالك يا دكتور؟ يا هلا ومرحبا، شلونكم؟ طبعا ما يقصرون على طول، أول ما دقينا عليهم جو عساس يشيلون الضبعة. فأي واحد عنده حيوان مفترس أو أي حيوان بري تضايق منه أو مثلا صاده فيسلمه للحياة الفطرية في مكان آمن ولا يقصرون. في مركز، أي مركز يا دكتور؟ مركز إيواء الكائنات الفطرية. إيواء الكائنات الفطرية، وين فيه؟ بالثمامة. بالثمامة. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور، دكتور هاني ما قصر معنا، جاء من بعيد أساس ينقل الضبعة. نشكركم على حماية البيئة. والله نشكر، نعم، على حماية الحياة الفطرية وهم الملاذ الآمن. كنا أول نبي نطلقها لكن ممكن تسبب لنا مشاكل أو تفترس أحد أو تفترس الأغنام أو ممكن تصاد. فأفضل مكان هو الحياة الفطرية. خلاص فهد شيلوها يلا، أساس نوديها إن شاء الله الحياة الفطرية في مركز الثمامة، مكان إيواء الحيوانات. دكتور هاني ما قصر، الضبعة الأنثى. أصلا دفوا. عندك حبل بس في حبل؟ ايوه خلنا نربطها بحبل. راحت فمن لا لبر الأمان إن شاء الله. شكرا يا أحمد الأحمدي، شكرا.